بس انا جيت في ظروف صعبه جدا، جيت تقريبا النقابه كانت يعني كانت ميته سريريا، يعني كانت خيوطها متقطعه بكل الدوله، كانت اوضاعها مجمده، الجو كان صعب جدا فيها، لم يتحقق فيها انجاز واحد على مدى يمكن 4 سنين، كان الوضع في منتهى الصعوبه يعني. طبعا كانت مهمه ثقيله انك تعيد المياه دي لمجاريها، انت بتتكلم برضو حتى لو سنه حتى لو سنتين، انا شايف المهمه الفتره دي قليله جدا، محتاجه فتره اطول عشان الدنيا تتحرك بشكل كويس، ومع ذلك رغم الفتره القصيره ديت قدرنا نحرك الامور، نرجع الامور يعني شبه ما كانت عليه، يعني من العلاقه بالدوله، من يعني الامور ترجع لمجاريها في النقابه، بعد ان يعني زي ما انا قلت لحضرتك كانت يعني كانت تقريبا متكلسه تماما، وحضرتك وكل الزملاء الصحفيين يعلموا هذا الكلام كويس. المشهد اتغير دلوقتي خالص، الصوره اتغيرت، العلاقه بي يعني النهارده كنا بنتكلم في وزاره الشباب والرياضه مثلا، ازاي قدرت كانت عامله واقفه ولا زالت واقفه معانا كويس جدا في مساله الرحلات والانشطه والكلام ده، وعامله شغل كبير جدا على كافه الاصعده. كان في علاقه مع السيد وزير الداخليه ورحت زرته مرتين، كان في علاقه مع النائب العام اللي هي لم تحدث منذ 10 سنين تحديدا، يعني اللقاء بين النائب العام وبين النقيب الصحفي لم يحدث منذ 10 سنوات. كان اخر لقاء كان بين الاستاذ مكرم محمد احمد والمستشار عبد المجيد محمود. انت بترجع المشهد بشكل قوي جدا، معظم الوزراء جم زارونا في النقابه، في تبادل، في علاقات قويه جدا، الامور ماشيه بشكل كويس. فرغم كان المهمه ثقيله، لكن قدرنا في خلال فتره قصيره ان احنا نحيي اشياء كثيره. بص دي ممكن تسميها تحديات بتواجهنا، لكن مش احنا اللي عملناها يعني، لكن في تحديات بتواجهنا. بص خلينا نتفق على ان احنا مصر عايشه في ظرف صعب، يعني في ظرف استثنائي، لازم نعترف كده. انت عندك مخاطر، انت عندك ارهاب بيواجه الدوله المصريه، انت عندك دوله اصلا مهدده، يعني اركانها مهدده، والرئيس نفسه قال الكلام ده لما اتكلم على فكره تثبيت اركان الدوله، معناها ان في مخاطر بتهدد اركان الدوله، يعني ما هي كده معناها ان انا لما رئيس الجمهوريه يتكلم على تثبيت اركان الدوله معناها ايه؟ ان اركان الدوله مهدده، وبالتالي انت عندك مشكله، انت عندك بتواجه حرب طاحنه ضد الارهاب، وبالتالي لازم نعترف ان في مشكله، ان في مشكله، واللي ينكر هذه المشكله يبقى مش شايف يعني طبعا، وده بيلقي العبء الاصعب علينا. عشان كده علينا دور صعب جدا، وازعم ان انا الحمد لله بفضل الله يعني ويعني ونتيجه جهدي المتواضع ان انا بخفف كتير جدا من هذه الاعباء والضغوط اللي موجوده على الواقع الصحفي يعني. لا يوجد صحفي واحد محبوس في قضيه نشر، واتحدى بقولها، لا يوجد صحفي واحد محبوس في قضيه نشر، في قضايا اخرى مالناش دعوه بيها. لكن لا يوجد صحفي واحد محبوس في قضيه نشر حتى الان. بالنسبه للصحفيين المحبوسين وعنده مده الحبس الاحتياطي، بالنسبه للزملاء اللي حضرتك كنت انا عرفت ان احنا كانت الاخبار برضه ليها السبب، عرفت السبب ان حضرتك كنت النائب العام. ما هو كان عشان كده. انا عارف ونشرنا لحضرتك كنت رايح عشان الزملاء احمد عبد العزيز، وخدت وعد من سياده النائب العام انه بحث في مشكلات كل الزملاء الصحفيين، وان كان لسه كنت برضه في اطار برضه خبر ليك يعني، لسه كنت بتكلم معاه من يومين في التليفون، كانت محادثه هاتفيه بيني وبينه في التليفون يعني، والراجل وعدني بان احنا يسير في الامور بشكل كويس ان شاء الله في كل ما يهم الصحافه والصحفيين بشكل قانوني يعني. احنا مش عايزين، احنا يعني لا نريد الافتئات على القانون، لكن فقط نريد تطبيق القانون بشكل محترم وفي تفاهم من النائب العام. عشان كده بقول لك دي اول مقابله بتتم بين نقيب صحفيين وبين النائب العام بقاله 10 سنين، لكن الحمد لله في عصور سابقه تم قتل الصحفيين، وقع من الصحفيين ضحايا وقتلوا، واحنا لكن الحمد لله لم يقتل احد في عهدنا، ويعني الحمد لله يعني بقدر المستطاع. في مشكلات في مشكلات بنواجهها بنواجهها، في تحديات في تحديات، مش عايز كلام، مش هحط راسي في الرمل اقول لك ان احنا عايشين يعني المدينه الفاضله، ما حدش قال كده، عندنا مشكلات فعلا بتواجهنا.